بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، وفي الحلقات دي بنحاول نيسر تذوق الجمال الأدبي لعظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. حلم رقم 29 بيبدأ هكذا: المكان جديد لم أره من قبل، لعله بهو في فندق وقد جلس الحرافيش حول مائدة. بيظهروا الحرافيش، حضرتكم عارفين أصدقائه، حول مائدة، وكانوا يناقشونني حول اختيار أحسن كاتبة في مسابقة ذات شأن، وبدا واضحا أن الكاتبة التي رشحتها لم تحز أي قبول. قالوا إن ثقافتها سطحية وإن سلوكها غاية في السوء. وعبثا حاولت الدفاع ولاحظت أنهم ينظرون إلي بتجهم غير معهود، وكأنهم نسوا عشرة العمر. وتحركت لمغادرة البهو فلم يتحرك منهم أحد، وأعرضوا عني بغضب شديد. صرت نحو المصعد ودخلت وأنا أكاد أبكي وانتبهت لأنه توجد معي امرأة في ملابس الرجال ذات وجه صارم. قالت إنها تسخر بما يسمونه صداقة، وإن المعاملة بين البشر يجب أن تتغير من أساسها. وقبل أن أفكر فيما تعنيه استخرجت مسدسا من جيبها ووجهته إلي مطالبة إياي بالنقود التي معي. وتم كل شيء بسرعة، ولما وقف المصعد وفتح بابه أمرتني بالخروج. وهبط المصعد ووجدتني في طرقة مظلمة، وقهرني شعور بأنني فقدت أصدقائي، وأن حوادث كالتي وقعت لي في المصعد تتربص بي هنا وهناك. حلم في درجة من التداخل، وفي يعني محتاج كده إيه نشوف الإشارات اللي فيه اللي ممكن نفهمها. بدأ الحلم بمكان جديد، وده يقول لك إنه هنشوف حاجة جديدة. ده اللي حصل، لأنه المكان الجديد يبقى فيه أشياء جديدة. والحرافيش أصدقاء الأستاذ من سنوات طويلة ظهروا معاه في الحلم، ظهروا بشكل مختلف، في انقلاب مختلف، مش هم دول أصدقاء عشرة العمر. فهو لما رشح كاتبة اعترضوا عليها، واعتراضهم ليه بقى؟ بص، ثقافتها سطحية وسلوكها غاية في السوء. طب ايه العلاقة بين ده وبين النص اللي هنا؟ هو المفروض ان دي جائزة أدبية لأحسن كاتبة، يبقى انت تحكم على النص الأدبي اللي قصادك، مش تحكم على سلوكها. لكن احنا دايما عندنا التداخل بين الاشياء الشخصيه والاشياء الموضوعيه. لكن وهو من اجل ان هو يدافع عن اختياره، عن ذوقه الادبي، عن منطقه، عن رؤيته الفنيه، معرض لانه يخسر اصدقائه. شوفوا الدنيا وصلت عندنا في بلادنا لايه، ان انت ممكن لموقف نبيل تتخذه ممكن تخسر أصدقائك أو من يسموا أصدقائك. لطيف تعبيره إن هو لما حدث بقى معرض لفقدان أصدقاء العمر حصل إيه؟ كاد أن يبكي. الحقيقة دي روح نجيب محفوظ فعلا، دي روح نجيب محفوظ وشخصيته. وأول جملة بس كده، يعني من خلال علاقتي معاه الحقيقة أنا شفت شبيه بالموقف ده، ومش عايز أقول مرة أكتر من مرة، بس يعني بس دي يعني حساسية محفوظ وإنسانيته. المرأة بتظهر في المصعد في ملابس الرجال ووجه صارم، هي انقلاب أيضا. المرأة تلبس ملابس الرجال، والمرأة بدل ما يبقى يعني وجهها بشوش يبقى وجهها صارم، والأصدقاء يبقوا أعداء. والمرأة دي، المرأة الرجل دي بتسخر من الصداقة. خد بالك، يعني الصداقة هذه القيمة اللي على المستوى الشخصي واللي من تجربتي الشخصية
نجيب محفوظ بيعتز بيها ايام اعتزاز، هذه الصداقة هي بتسخر منها. هو ده الانقلاب اللي بيحدث في المجتمع، ان القيم الاشياء بتنقلب. بتقول له ايه بقى المرأة؟ بتقول له ان المعاملة بين البشر يجب ان تتغير. ده انقلاب، ان المعاملة تبقى بانها ايه، تبقى ايه، تتغير، تطلع السلاح وتاخد فلوسه. فالمرأة هنا بتستخدم السلاح، بتطلع السلاح المسدس عشان تقهر الرجل وتسرقه. نتيجة كده بيقول ان هو قهرني شعور بانني فقدت اصدقائي وحوادث من هذا النوع تتربص بيه. يعني هي دي، ده الكابوس بتاع الحلم وده الكابوس بتاع الحياة الحقيقة. يعني هو كابوس حلم لكن كابوس موجود في الحياة. السريالية دي بتاعت انقلاب الاشياء، انقلاب القيم والمعايير، انقلاب كل شيء. دي حاجة يعني مهمة جدا جدا في هذا الحلم اللي بيشاور عليه، بيشاور على انقلاب الاشياء في المجتمع. دي بسرعة كده بلاحظات سريعة عن هذا الحلم الجميل الأستاذ الحبيب، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.